في شبكة حويفة على الإبرة لسه إيه ما في راح الواحد ما فيش كاميرات يعني؟ لا روش ما عاش فيني اسمه خلط إيه كاميرات؟ طارت لا خلص خليني نزال عني بس ليش مش حاطط طارت ما معك طارت؟ شو عرفت اللي بيستعملوها؟ جون إيه؟ معك شو معك ايربيس اوكي جاهز طب كيف هيدي معقول ضلني اخذه بظهره يعني رجعوا شو طلع هوا الو ربيع علي ما في مطار راح المطار إذا مشاهدينا نحن عم نشوف بداية المهرجان إعلان مهرجان لائحة عكار أولا يلي طبعا ما فينا يعني ما نشوف كل مرافق هيدا الزيارة قبل وصول رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى عكار وكل المظاهر يلي حدثت مبارح ابتداء من ليل أمس وصولا إلى اليوم واعتراض توجه رئيس التيار إلى عكار وطبعا نرجع ونكرر ونقول أنه ما في ولا منطقة بلبنان حكر على ولا أي شخص ولا أي طائفة ولا أي دين ولا أي يعني ولا حدا بحق له يمنع أي لبناني أو أي مكون حزبي أو تيار أنه يوصل على أي منطقة بلبنان طبعا رح يكون في إعلان للائحة ورح يكون في كلمة لرئيس التيار الوطني الحر وبدنا نذكر أيضا أنه كل هذا الأسبوع غدا رح يكونوا المهرجانات بجزدين وبشوفوا بعلي التنان بزحلة عفوا الثلاثة إذا رح نسمع النشيد الوطني وأنا برجع لكم من بعد المهرجان كلمة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الحر. أول شيء أنا بدي أقول لكم إنه بيكفيني فرح واعتزاز إنه نحن اليوم واقفين سوا على أرض عكار. هيدي الزيارة بمجرد حصولها بعد كل يلي صار هي وحدة مؤشر مش على نجاحنا. مؤشر على أسرارنا على أن التيار الوطني الحر هو موجود بكل منطقة بلبنان وبقلب كل واحد مؤمن بلبنان ما حدا بيقدر يمنعنا أن نزور مناطقنا ورفقاتنا
وأهلنا بكل أرض لبنان. بدنا نشكر الجيش اللبناني والقوى الأمنية يلي سمحوا بهذا اللقاء، والأهم بدنا نشكركم أنتوا أبطال عكار يلي جيتوا بالرغم من كل شيء. أنا اليوم جاي لأحكي كلام هادئ لأهلنا بعكار، وكتبت فما ضلت، بس من الطبيعي إني أسأل كم سؤال قبل ما أبلش بكلمتي من وحي الشيء اللي صار، لأنه مش معقول بانتخابات كل ما بدنا نروح على منطقة بده يصير في مشكلة. هيدا السؤال مطروح للحكومة، لرئيسها ولوزرائها، وعلى رأسهم وزير الداخلية ووزير الدفاع. كيف منعمل انتخابات ببلد بتكافؤ فرص إذا ما منقدر نزور منطقة مثل عكار؟ التيار الوطني الحر وحلفائه عندهم قدرة يعملوا فيها 3 نواب. إذا نحن وصلنا لهون لأنه في عنا مواكبة وفي عنا شباب أبطال، الناس العزل كيف بيوصلوا لهون إذا في قطع طرقات وفي ضرب حجار وفي سلاح على الطرقات؟ كيف بدها تجي الناس على الانتخابات إذا ما بنعمل لهم ميجا سنتر ليكونوا يقدروا ينتخبوا محل ما هن موجودين، وإذا ما منأمن لهم أمان؟ شو الفكرة من اللي عم بيصير؟ نمنع الانتخابات أو نمنع الناس إنها تجي على الانتخابات؟ بعدين نحن عم نعمل انتخابات بكل لبنان، الحكومة والقوى الأمنية مسؤولين يأمنوا لنا أماننا وتنقلات المواطنين، وإلا بيكونوا ما بيقدروا يعملوا انتخابات. طيب نحن اليوم متهمين أننا بالسلطة، شو هالسلطة يلي نحن فيها؟ لا في قضاء ولا في أمن، تطلع مذكرة التوقيف ما حدا بيتوقف، تطلع ناس تشتم رئيس جمهورية، تشتم مسؤولين بالدولة، بتهدد بالقتل لناس مرشحين نازلة على الانتخابات، و24 ساعة بيمرقوا ما حدا بيقرب صوبهم. شو الرسالة يلي عم نعطيها للناس لما في أحزاب عم بتحرض، عم تدفع مال، عم تبعت ناسا تقطع طرقات، تضرب حجارة، تحمل سلاح؟ شو الرسالة يلي عم نقولها لما في عملية قطع طرقات وضرب حجارة؟ هيك بنبني وطن؟ هيك بنعمل انتخابات؟ نحن التيار الوطني الحر نعمل انتخابات بالكلام اللي نتوجه فيه للناس، بمشروع انتخابي، بفكر بنبني فيه وطن. مشان هيك أنا بدي قلكم نحن اليوم بعكار، وبكرة بعلي والشوف وجزين، وبعد بكرة بالبقاع الغربي وبزحلة وبالبقاع الشمالي، ويلي بعده ببيروت واللي بعده ببيروت. يا منقدر ننتقل ونتنقل بكل الأراضي اللبنانية نحن وكل المواطنين، وإلا هالسلطة ما بتقدر تعمل انتخابات. ونحن ساعتها منعلق مشاركتنا بالانتخابات، بدنا نرجع نجي على عكار مرة تانية، وبدنا نحاول. بعرف قد ايه البرنامج صعب، بعرف كتير منيح، ما بعرف اذا الشباب رح يقدروا يلاقونا اي شقفة وقت نرجع نجي فيها على عكار، وينسمح لكل اهلنا بعكار من كل المناطق يجي نلتقى نحن وياهم ونعمل المهرجان يلي كنا محضرين اننا نعمله. يا هيك يا انتم مش قادرين تعملوا انتخابات، يلي بغير قانون الانتخابات قبل كم شهر وبيلعب فيه وبيلعب بمواعيده وبيقصر المهل ما بيكون بده يعمل انتخابات، يلي بيلعب باللوائح وبالمراكز برا وبيطعم
بيطعن وبده يسقط الثقه عن وزير الخارجيه قبل اسبوع من انتخابات ال 20، بيكون ما بده يعمل انتخابات. ويلي بيسكر علينا الطرقات، يلي بيهددنا بحياتنا قبل باسبوعين من الانتخابات، بيكون عم بيعطل الانتخابات. نحن بدنا انتخابات لانه واثقين باهلنا وفيكم، وهن اللي عم يهربوا من الانتخابات لانهم عم يكذبوا عليكم. هلا لنرجع على الكلام يلي محضرينه، ان شاء الله تلفزيون طول باله علينا. اول شيء نحن عم نبلش لقاءاتنا وزياراتنا الانتخابيه بعكار يلي فصلتنا عنها ازمه البلد والوضع الامني وكورونا. بس ما في شيء بيفصلنا عنها لا بفكرنا ولا بقلبنا. هيدا عكار العزيزة الحبيبة، عكار 788 كيلومتر مربع من الخير والجمال، عكار 300,000 نسمة يلي كلهم عزة وكرامة، عكار الممتدة من المتوسط لجبال الهرمل، لجبال الضنية لطرطوس ولحمص. سياسات الحكومات المركزية همشت عكار، ولدت الحرمان والفقر، ووجود النازحين زاد الضغوط والمشاكل. الدولة المركزية قصرت مع عكار، بس عكار ما قصرت مع الدولة لأنه عطيتها أحسن شبابها وأطيب ناسها وراحوا شهداء كرمالها. عطيتهم للجيش اللبناني وللقوى اللبنانية. بال 2003 صارت عكار محافظة، بس ما تغير الانماء لانه بقيت الدوله المركزيه تتحكم بماليتها. ما حدا يكذب عليكم، عكار ما بتزدهر الا ما يصير فيه دوله لا مركزيه، مش بقرارها وبجيشها وبسياستها الخارجيه، لا، لا مركزيه بادارتها وبماليتها لتقدر تزدهر المناطق. هيدي الحقيقه، وكل وعد تاني بيكون مش حقيقي. نحن بحاجة للإدارات المنتخبة من الناس مع صلاحيات واسعة لتحقق الإنماء. عكار بتقدر تعيش بمحبوحة وبكرامة وتعمل ثروة وثورة صناعية وسياحية وزراعية، بيكون عندها شبكة مواصلات وتستفيد من مطار القليعات، وتكون بتربطها بطرابلس وبسوريا شبكة حديد وسكك تقدر تعمل فيها الاستثمارات، وتصير مقصد لطلاب العلوم الزراعية. هوا عكار بيولد كهرباء، بس 17 تشرين وقفت مشروع الكهرباء، ومية عكار بتسقي أهلها وبتسقي أرضها وبتكفيها. جبال عكار بتتحول لأكبر وأحلى معالم سياحية وبيئية، وأرض عكار بتتحول لمساحات خضراء للزراعات النوعية يلي بتعطي قيمة مضافة. عكار هي الشريان الأساسي بين لبنان وسوريا، بس أساس الإنماء هو الأمن والاستقرار. تحريض والحقد ما بيبنوا وطن، بيخربوا وطن. الأشياء يلي شفناها بعكار ما بتعمل عكار لأهلها تكون عم تعيش بأمان. نحن بدنا النازحين يرجعوا على سوريا لأنه هيدا حقهم، ولأنه لبنان صحيح قلبه كبير بس مساحته مش كبيرة. قلبه كبير وبيساع بس مساحته صغيرة وما بتساع، وإمكانياته محدودة. والنزوح مثل اللجوء، إذا استمر بيتحول لتوطين وبيعمل خلل كتير كبير بالبلد. نحن بدنا النازحين يرجعوا على بلدهم، بس بدنا أفضل العلاقات مع سوريا. بزمن الصراعات دفعنا ثمن كبير بلبنان، ورجعت سوريا على أرضها دفعت ثمن المؤامرات. صار الوقت إن نعمر يلي تدمر، وعكار لها دور كبير بالأعمار بسوريا وبلبنان. بدنا السيادة والاستقلال بلبنان، بس كمان بدنا التعاون
والانفتاح مع سوريا، ما بدنا العداء. شو ما تغيرت السياسات تبقى سوريا جارتنا، الأرض ما بتزيح من محلها، وما حدا بيستورد شعب. يلي بيتغير هو إرادة الشعب، ونحن عنا إرادة وقدرين نبني أفضل العلاقات المتوازنة مع سوريا من ما وقعنا السيادة والاستقلالة. نحن بدنا وقادرين نعمل دولة مركزية، دولة لا مركزية ودولة مدنية. طبعا نغلط بالتعبير، نحن قادرين نعمل دولة مدنية يكون فيها لا مركزية إدارية ومالية موسعة، ما حدا يحولنا انه ما بدنا الدولة المركزية. ولكن هيدا لبنان يلي بدنا اياه، وقادرين نبني له نظامه جديد واقتصاده جديد. في ناس ما بدها اياه، حاولنا بكل الطرق، بس منظومة الفساد والعقل الميليشيوي يلي عم يتحكموا بلبنان من اكثر من 30 سنة لا تقبلونا ولا تقبلوا فكرة التغيير والاصلاح. بدهم لبنان مساحة مقسمة نفوذ، مقسمة بيناتهم، وبدك اذن كل ما بدك تدخل على منطقة، وكل منطقة مطوبة او مكتوبة باسم زعيم بدك تمرق من خلاله، والناس رعايا وزبائن انتخابية. نحنا بدنا لبنان كبير بإنسانه، بدنا لبنان دولة قوية بالقانون وبالاقتصاد، بدنا مواطن حر بيقدر يحاسب ويختار وما يكون أسير الخدمة يلي هي من حقه. بدنا مواطن ما حدا بيرهن قراره حتى يأمن له لقمة عيشه. هيدا نحنا وهيدا هن، والخيار هو لألكم. بكل معركة مصيرية كانت عكار عم بتقدم أغلى ما عنده، دم العسكر سيج حدودها وحدود لبنان، وهيدا فخر. بس الحرام الدم يلي روي أرضه لما كانوا عم بيزلوا ولاده، ولما حرموهم من أبسط حقوقهم بالمحروقات، خزنوا البنزين والمازوت، وما اكتفوا بالحرمان، زادوا طمع وراحوا أبعد من هيك، فجروا ولاد عكار، واليوم عم يرجعوا يعربشوا على الدم ويستغلوه. الوطن بينبنى بدم الشهداء يلي سقطوا من الجيش والقوى الأمنية وأهل عكار يلي دافعوا للحفاظ على الكرامة والاستقلال. الوطن ما بينبنى باستغلال الدماء وهدرة للمتاجرة فيها بالانتخابات. انتو أهلنا وأحبائنا، والتيار عم بيقدم لكم أطيب شبابه، أسعد النايب البطل يلي ولا مرة هرب بالمواجهة لا بالمجلس النيابي ولا على أرض عكار، وجيمي المناضل الدايم يلي ولا مرة وقف نضاله وإيمانه، وحيدر المغمور المغامر يلي إن شاء الله بيقدم لنا تجربة رائعة برهنا من خلاله إنه أهلنا بعكار هن وحدهم يلي بيختاروا بالنسبة للتيار الوطني الحر مرشحينهم. نحنا لجأنا لهم. يلي سقط الكلام من سوريا ومن لبنان على انه بينفرض عليهم مرشحين، هن بيختاروا مرشحينهم، واهل السهل هن يلي بينقوا، لا نحن ولا حدا غيرنا. وكمان رفاقهم بالليحة يلي بيترافقوا معهم ليجتمع الارثوذكسي والماروني واحد من دون مذهبية. عيب المذهبية بين بعضنا بعكار وبالتيار الوطني الحر، بيلتقوا فيها العلوي والسني واحد، ونحنا ما منشوفهم إلا واحد بإسلامهم وبوطنيتهم وبلبنانيتهم، ما حدا غير عن التاني. نحنا ما عنا مواطنين فئة تانية،
العلوي مواطن فئة أولى، ولكن لازم يكون موجود بالوزارة بلبنان. وأنا بقلكن يا ريت بيسمعوا منا، العلوي والدرزي والأرمني والأقل بيكونوا محل الماروني والأرثوذكسي والشيعي والسني بالوزارات السيادية. ما في مواطنين فئة تانية، ولا لازم يكون في مناطق فئة تانية. مشان هيك بنحكي على مركزية تكل إنسان بينتج، وهيدي أرض إنتاج ومعروفين أهل عكار. ما في حدا بلبنان بيشتغل قدهم. مش حرام ما يعطوا من أرضهم وما ينجوا، وساعتها بتزيد مداخيلهم وبيدفعوا ضرائبهم وبينموا منطقتهم، بدل ما تروح أموالهم على جيوب السارقين يلي بيهربوا وبيهربوا، يلي بيخزنوا وبيسرقوا، يلي بيهربوا وبياخدوا من قدام الناس، يلي هربوا أموالهم لبرا وسرقوا ودايع اللبنانيين. هودي بدل ما يكونوا إيداعات بالخزينة تينموا المناطق ويعملوا إنماء. فإذا هودي كلهم رفاقنا بالتيار ورفاقنا بالليحة، من دون فرق بافتخارنا فيهم. نحنا منشوف حالنا انه اي واحد منهم بيقدر يكون بتيارنا وبتكتلنا، لحتى نشتغل سوا لعكار وللبنان. تيارنا وتكتلنا بيساعوا الكل من كل المناطق ومن كل المزاهر. نحنا صحيح اخترناهم بناء لاستطلاعاتنا ولخيار اهلنا ليكونوا بالليحة، بس انتو الخيار بيكون لكم تاخدوه من دون لا ترغيب ولا ترهيب، واهم شيء من دون ميل، لانه انتو بتختاروا بكرامتكم بحرية ضميركم وما حدا بيأثر فيكم. بقلكم انتو القرار وانتو اصحاب القرار، انتو بتختاروا ونحنا نحترم خياركم. عشتوا عش تيار الوطن الحر، عشت عكار لأهلها وعشت لبنان. Thank you.